لم تخلو مدينة العريش من اصطفاف شاحنات المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، فهذه إحدى نقاط تجمع الشاحنات وقد لا تستطيع تحديد نهايتها من كثرة أعدادها. فهذه الساحة تعد النقطة الأولى لتجمع السائقين المحملين برسائل إنسانية للأشقاء هناك ويستعدون لبدء التحرك لمعبر رفح البري. احنا بنيجي طبعا من الإسماعيلية، اللي بحمل من 6 أكتوبر، اللي بحمل من العاشر، بنحمل بالبني سويف حسب المكان اللي انت راح تحمل منه. بنيجي على النفق، بيبقى في تنسيق لينا على النفق، نعدي النفق بتاع تحيا مصر، وبنيجي علينا طبعا على العريش، بنيجي تبع الهلال الاحمر، تبع ابناء سينا حسب اللي انت جاي تبعه، بننسق معاهم طبعا. وقت ما يجي دخولك بيدونا ركب نخش بيه. انا محمل من التفريعة اول امبارح، وجاي امبارح بالليل هنا، وكنت انا رحلتين ثلاثه قبل كده طبعا، والجو هنا جاي لنا واخواتنا في غزه طبعا، ومش متاخرين عن اي حد. الاجراءات الاسرائيليه عبر منفذي كرم ابو سالم والعوجه تعرقل وصول اعداد كبيره من الشاحنات، مما يجعلها تنتظر اياما لدخولها، مما ينتج عنه تكلفه ماليه كبيره تتحملها الدوله المصريه. ومع ذلك لم تتوانى مصر لحظة عن تجهيز مزيد من الشاحنات وإرسالها لدعم الأشقاء الفلسطينيين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. احنا جايين من شارع التفريعة، بقالنا دلوقتي واطي 20 يوم، والعمل هنا هو زي ما انت شايف العجل كتير، والعجل متقدس كتير 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 قوي، وهنا وفي العريش اللمة التانية برضو عجل اكتر من دوت، وفوق في الساحات عجل برضو لا يعد ولا يحصى، في كل حتة في العريش مليان عجل الاخر، وهو برضو التفتيش فوق يعني حاجة صعبة 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 فيها جدا. احنا محملين من 6 اكتوبر، من يوم 23/3 دخلنا كده في شهر او 35 يوم محملين مواد غذائية، بقالنا 35 يوم واقفين هنا هون، والعجل زي ما انت شايف كده خش العريش اكتر من مليون عربية، تيجي هنا اكتر من 150-200-300-400 عربية زي ما انت شايف كده. ومع اصطفاف هذه الشاحنات وصلت القافلة السابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تحتوي على أكثر من 167 شاحنة محملة بأكثر من 2900 طن من المساعدات الإنسانية، تمهيدا لدخولها عبر معبر رفح البري. محمود جميل، التلفزيون المصري.